السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنوا تكونوا بألف خير. بون يوم ان شاء الله غادي نكملوا دراسه الدول. غادي نبنيو نبداو التمرين رقم 5. اعتبر د ان اف حيث اف دو اكس تساوي اكس زائد جذر اكس موان زا. حدد د اف مجموعه تعريف اف. السؤال الاول: اكسر الليميت عندما يو اكس الى بليس لانفيني اف دو اكس، ودرس الفرع اللانهائي للس اف بجوار زائد ما لا نهايه، ودرس الوضع النسبي للس اف والمستقيم د الذي معادلته اي يساوي اكس. رابعا: ادرس قابلية اشتقاق اف على يمين واحد واول النتيجة هندسيا. سؤال رقم 5: بين ان اف بريم لإكس اكبر قطعا من الصفر لكل اكس ينتمي للمجال المفتوح واحد زائد ما النهاية، واعطي جدول تيولة اف. سادسا: انسك الس اف منحنى اف في معلم او اي جي. سابعا: الف بين ان اف تقبل دالة عكسية اف موان زا، وحدد مجموعة تعريف اف موان زا. ب: تحقق ان اف موان زا لسبعة هو 5، واحسب اف موان زان بريم لسبعة. جيم: انشئ اس اف موان زان في المعلم او اي جي، يعني فهمت المعلم. والتمرين راه ساهل شويه في الحساب، ولكن في معلومات اللي مهمين اللي غادي نحتاجوهم. وغادي نبداو على بركة الله. اولا، وإلا بغينا نحدو مجموعة تعريف اف، واش عندنا مشكل ديال الجذر؟ قلنا لي داخل الجذر خصو يكون اكبر او يساوي صفر، ما بين داخل الجذر هو اكس ناقص واحد أكبر أو تساوي صفر، يعني إكس أكبر أو تساوي واحد، إذن دي إف والمجال المغلق أو يساوي واحد زائد ما لا نهاية. السؤال الأول سامبل مجموعة تعريف. ثانيا: ألف واحسب الليميت عندما يعود إكس إلى إنفيني، والليميت إكس يعود زائد ما لا نهاية ديال إف دي إكس تساوي الليميت إكس يعود زائد ما لا نهاية لإكس زائد جذر إكس ناقص واحد. وعندنا هذه بليس لانفيني تساوي بليس لانفيني، وعندنا هذه تا هي بليس لانفيني. إذا المجموع ديال بليس لانفيني بليس لانفيني هو بليس لانفيني. وهذا درجنا في النهاية، ترجعوا للدروس اللي قبل. من بعد حسبنا الليميت بليس لانفيني باء، ودرس الفرع اللانهائي للس اف بجوار زائد ما لا نهاية. لدينا حسبنا الليميت اف دو اكس، اكس يعود بليس لانفيني، لقينا بليس لانفيني، إذا ضروري نحسب الليميت ديال اف دو اكس على اكس. فروع لنا يرجعوا ليهم، راه كاين ملخص سامبل في البداية ديال دراسة الدوال، دراسة الدوال الجزء الأول. غنحسبوا هاد الليميت، غنشوفوا واش غتعطينا. لدينا الليميت اكس يعود بليس لانفيني اف دو اكس على اكس يساوي ليميت اكس يؤول زائد ما لا نهايه اف دو اكس، عندنا القيمه ديالها هو جذر اكس زائد جذر اكس موان زائد كل على اكس. غادي نفرق ندير هذا على هذا، ونديرو هذا على هذا، تعطينا ليميت اكس يؤول زائد ما لا نهايه اكس على اكس هو واحد. بون هنا الى بغينا نحسبوا هذا ماشي مشكل، ولكن هذا اللي بغينا نحسبوا بليس لانفيني الى بليس لانفيني شي غير محدد، ولكن بزاف الطرق ديال المرافق كاين، غندير واحد الطريقه اللي سهله. هذا الاكس اللي كاين هنا غندخلوها للجذر، عندنا اكس موجبه جذر اكس مربع هو اكس، اذا غادي نعوض اكس باش بجذر اكس مربع، يعني غندخلها للجذر وتولنا اكس مربع، ولكن تتكون موجبه، اذا كان سالبه مشكلة غنشوفوها، غتكون ناقص هنا. نمسحها، ولدينا ليميت إكس يؤول بليس لانفيني، غنكتبوها ديريكتومون تساوي واحد، لأن ليميت إكس يؤول بليس لانفيني ديال إكس موان زان على إكس مربع، غناخدو أكبر درجة على أكبر درجة. اكس على اكس مربع عالي مضايق انا، لان ليميت اكس يعود بليس لانفيني ديال اكس موان زا على اكس مربع عندما يعود اكس الى بليس لانفيني ناخذ اكبر درجه على اكبر درجه، غتعطينا الليميت اختازلو باكس غتبقى واحد على اكس، ترفع الشينوا كتبقى زيرو، واحد على بليس لانفيني زيرو. إذا تبقى لنا هاد الليميت شحال، هادي زيرو وهادي واحد، إذا هذا واحد،
هذه اللي غنسميوها أ. حسبنا الليميت ديال إف دي إكس على إكس عطانا أ. إذا نحسب الليميت إكس أولى بليس لانفيني ديال إف دي إكس ناقص أ إكس اللي هي ليميت إكس أولى بليس لانفيني ديال إف دي إكس ناقص أ هي واحد. غنحسبوها غادي نحسب غنحتو نحسبو عادية لدينا ليميت إكس أولى بليس لانفيني ديال إف دي إكس ناقص إكس تساوي ليميت إكس أولى بليس لانفيني إكس زائد جذر إكس موانزا هي إف دي إكس عرفش ناقص إكس هاد إكس غتمشي مع إكس تبقى لنا ليميت إكس أولى بليس لانفيني ديال جذر غتعطينا هي بليس لانفيني نرجع نديرو هنا باش تنى مزيان نخصو هادشي كامل حسبنا لدينا ليميت إكس أولى بليس لانفيني لي إف دو إكس هي بليس لانفيني ليميت ديال إف دو إكس على إكس هي واحد ليميت ديال اف دي اكس ناقص اكس و بليس لانفيني. اذا رجعنا للفورو لهنايا غنقولو السعف هي قبل فرع عن شل جميعا شل جميعا في اتجاه المستقيم بالمعادلة إكراك يساوي أ إكس يعني إكراك يساوي إكس صافي شدك فورو لنا هي ما تحاولوش تحفظوهم حطوا داك الملخص قدامكم راه غادي تلقاو في انستغرام كاع الملخصات راه كاين في انستغرام رشيد ماط حطوا داو بشويه بشويه تتحفظوا ليك اوكي وغادي ندوزو دابا التمرين السؤال المهم درنا الفرع لنا هي غندرس الوضع نسبي للسعف والمستقيم الذي معادله إكراك يساوي إكس. إذا لا بغينا ندرس الوضع نسبي للسعف والمستقيم الذي معادله إكراك يساوي إكس ندرس إشارة إف دي إكس ناقص إكراك اللي هي ناقص إكس سهل الإشارة لدينا إف دي إكس ناقص إكس يساوي إف دي إكس ناقص إكس هي زائد إكس موان ده مهما يكون إكس نتمنى هاد الصيغة موجب ولا سالب الجذر دائما موجب إذا إف دي إكس موان إكس أكبر أو تساوي صفر لكل إكس ثاني دي إف إذا سإف فوق دقة إذا جانا موجب سي إف فوق جانا سالب سي إف فوق دي دي سي داتا فهم سؤال عادي. رابعا أدرس قابلية اشتقاق إف على يمين واحد وأول نتيجة هندسيا. رابعا كان باغي ندرسو الاشتقاق باغي ندرسو قابلية اشتقاق على يمين واحد إذا خصنا نحسبو ليميت إكس أولى واحد على اليمين ديال إف دي إكس ناقص إف دي واحد على إكس ناقص واحد تساوي حسبوها بولي باقي تو عندو مشكل في الاشتقاق ارجع للدرس ديال الاشتقاق في النقطة راه درنا هادشي كامل بالتفصيل درنا جميع الحالات ديال الإمامة السطحية التأويل الهندسي في الاشتقاق غالبا اشتقاق التأويل الهندسي بالضبط ديال الاشتقاق هو الإمامة السطحية إذا غنحسبوها بليميت إكس يا أولى واحد زائد عندنا إف دي إكس هي إكس زائد جذر إكس موانزا إف لي واحد نمشيو نحسبو إف لي واحد هو واحد هنا واحد ناقص واحد هو صفر إذا غتبقى إف لي واحد هو واحد على إكس ناقص واحد نجيو نكملو الحساب هنا
ما بغيناش نمسحوا هذيك الداله حتى الاخر باش نشوفوا علاش، باش انا بغي ندير الشكل يجيني عادي. تساوي غادي نفرقوا، عندنا اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد، هذا بالزائد جد اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد. عطينا الليميت اكس اولى واحد على اليمين، عدد نفسه هو واحد. بون هذا تا هو غادي ندخلوه الجدر، نديرو ليه مربع ولكن على الطونسيون. نعاود هذه ثاني باش متبقاش هاديك المشكل. عندنا إذا كانت شي حاجة موجبة إكس موجبة، راه جدر إكس مربع هو إكس، ولكن إذا كان سالب إكس ما كتكونش، هو جدر كتكون ناقص هنا. إذا لا بغينا شي حاجة ندخلوها داخل الجدر نديرو ليها مربع وندخلوها داخل الجدر إذا كانت موجبة، أما إذا كانت سالبة اش كنديرو؟ كندخلوها الجدر ونحافظو على واحد ناقص. مثلا كون كنا خدامين مثلا هنايا مثلا سيبوزيو خدامين إكس أولى صفر ناقص مثلا، نديرو شي صفر ناقص. واخا ماشي صحيحة هادي، دابا إكس سالبة دخلوها الجدر هنا نرفعوها مربع، ولكن حافظو واحد ناقص هنا، نحافظو ناقص برا. من يكون عدد سالب إلا دخلناه الجدر نرفعوه مربع ونخليوه كيما هو، ما نبدلوش إشارة. أما عدد سالب إلا دخلناه الجدر نرفعوه مربع ونحافظ على واحد الإشارة ديال موانفو. عقلوا على هادي مزيان. وعندنا على اليمين ديال واحد يعني اكس كبر من واحد، عندنا اكس ناقص واحد موجب، اذا ماشي مشكل ندخلو الجدر ونرفعوه مربع ونخليو الاشاره نفسها. اذا كان سالب العكس، غنشوفو في تمارين اخرى. هنا غتبقى واحد هنا اختزال، غادي يبقى واحد على اكس ناقص واحد، وهنا لا عوضنا عندنا هنا واحد، هنا واحد ناقص واحد نخليو هاد الواحد بعدا، واحد ناقص واحد هو صفر، صفر زائد واحد على صفر زائد هو زائد ثمانية، الجدر ديال زائد ثمانية هو زائد ثمانية. نكتبو لي أنا ليميت إكس يعود إلى واحد على اليمين هو واحد على صفر زائد هو زائد ثمانية، إذا هاد الوسطاني زائد ثمانية، إذا حتى الجدر ديالو زائد ثمانية. بو خرجنا الليميت ديال لدينا ليميت إكس يعود واحد على اليمين إف دو إكس ناقص إف دو واحد على إكس ناقص واحد عطانا بليس إنفيني، إذا إف غير قابلة للإشتقاق على يمين واحد. طبعا قابلة للإشتقاق خصو تخرج لنا عدد، تأويل الهندسي غير الهندسي، نقولو السقف يقبل نصف مع ماس، علاش نصف؟ غير على اليمين، ما كيكون غير على اليمين فقط ولا على اليسار نصف ماس، أما إلا كان إكس يعود واحد كامل كتسمى ماس، نصف ماس خرجنا لانفيني كيتسمى عمودي، فين موجع نحو. كنشوفوا هاد الإشارة مع هاد الإشارة، إذا كانت نفس الإشارة نحو الأعلى، نحو الأعلى في النقطة سميوها أ ولا شي حاجة، واحد هو واحد هنا، إف لي واحد، إف لي واحد حسبنا شحال إف لي واحد، تا هو واحد في النقطة واحد واحد. سمحوا لي راه كنكتب مضايق هنا. اوكي نعاود، الى خرجنا الليميت اكس يعود واحد اليمين ديال اف دي اكس ناقص اف دي واحد على اكس ناقص واحد الى انفيني، اف غير قابل للاشتقاق، التأويل الهندسي نصف ماس علاش نصف حتى اليمين، نصف ماس عمودي في موجه باش نحو الاعلى والاسفل، الى كانوا نفس الاشاره نحو الاعلى، اشاره متعاكسين نحو الاسفل، فاش من النقطه
في النقطة فين دير اشتغال واحد افلي واحد افلي واحد راح حسبناه جانا هو واحد. واش شفت فيما يخص في الشتقة من بعد خميس نبين ان اف بريم تساوي عطي جدول الطيورة دابا غنمسح هادي ماشي مشكل باش نكملو هنا. خامسا عطينا بين ان اف بريم اف بريم لاكس اكبر قطعه من الصفر لكل اكس ينتمي لواحد زائد 8 وعطي جدول تطيرات اف ولدينا اف دي اكس هي اكس زائد جذر اكس موجوده غنحسبو اف بريم مشتقة ديال من بعد راه نديرو كيفاش كنديرو دالنا قابلة اشتقاق على مجموعة على الدا اف ولا شي حاجة من بعد ماشي دابا. مشتقة ديال اكس هي واحد مشتقة ديال جدر دالنا عندنا هادي مشتقة ديال جدر دالنا هي الدالة الوسطانية يعني داخل جدر بريم على جوج جدر. إذا اللي داخل جدر هو اكس ناقص واحد بريم على جوج جدر تساوي واحد مشتقة ديال اكس هي واحد مشتقة ديال واحد هي صفر على جوج جدر اكس موان جان سي سامبل. هادشي موجب ولا سالب؟ عندنا الجدر موجب نضربها بجوج موجب واحد العدد موجب موجب زائد واحد موجب. وغنشوفو علاش خرجنا واحد هنا حيت اف غير قابلة للاشتقاق عند واحد معنديش الحق ندوي على اف بريم لي واحد. غنقول لدينا اف بريم لإكس أكبر قطعة من صفر لكل إكس بين أكبر غنقول نعاود دابا تكتبو كتبو هادي موجب وهذا موجب عدد موجب على موجب قطعة موجب لازم عليه واحد غادي يكون موجب قطعا لكل إكس ينتمي واحد زائد ما لا نهاية تلقيناها موجب. جدول التيارات إذا اف بريم موجب إذا اف غتكون تزايدية قطعا. ندير جدول التيارات ها اكس ها اف بريم ل اكس حيدو هادي التاو ها اف دي اكس هو مجموع التعريف عندنا واحد زائد ما لا نهاية اف اتونسيون اف معرفة بواحد كاين مجموعة التعريف ديال اف ولكن غير قابل للاشتقاق ندير جوج عريضات غير في الاشتقاق هنا اش كتعني هاد جوج عريضات هنا يعني اف معرفة بواحد وغير قابل للاشتقاق بواحد مشتقة لقينا موجبة اذا اف تزايدية اف لي واحد حسبناه هو واحد سامبل اف لي واحد راه واحد ليميت عند بليس لانفيني هو بليس لانفيني وهذا هو جدول التيارات. وغنشوفو سادسا هذا الشيء على الشكل بغيت ندير واحد الطريقة أخرى باش تعودوا عليه. قبل ما غادي ندير الشكل غندير واحد هنا باش تجيكم سهلة بون نفرقو هادشي هنا جي هنا واحد جوج ثلاثة واحد جوج. وقبل ما ندير الشكل غادي نمشي للأسئلة اللي قبل غادي نكتبهم هنا اللي كنا جاوبنا عليهم باش يعاوننا في الشكل باش تعرفوا كيفاش كنشكل الشكل. عندنا بدا اف مجموع التعريف هو واحد زائد ما لا نهاية وعندنا سي اف
يقبل فرع شجاني في اتجاه مستقيم. هنعود غير في الأسئلة اللي جاوبنا عليهم الذي معادلته الجراف يساوي اكس مستقيم بي على مستقيم بي، وعندنا السي اف فوق بي. انا نديرو هذا، وعندنا اف غير قابلة للاشتقاق على يمين واحد. وشلنا بأن السي اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى فين في النقطة التحديثية واحد واحد. وعندنا جدول التيارات التزايدية، التزايدية اش كدير؟ معناها التمثيل بين غادي يكون طالق لا وحدة. وهادشي كامل غادي نحاول هادشي اللي كاتبوه هنا اللي جاوبنا عليه غادي نحاول نديرو هنا في الشكل. المجموعة التعريفية واحد زائد معناها اش كتعني؟ بأنني غادي نخدم غير هنا، ما يمكنش ندوز هنا، غادي نخدم غير في هاد المجال. واحد زائد ما لا نهاية. السعف يقبل فرع شجاني في اتجاه المستقيم الذي معادلته إكراك يساوي إكس. خاصني نرسم المستقيم الذي معادلته إكراك يساوي إكس. ساهم المستقيم صفر صفر نقطة واحد واحد. آخر والمنصف الأول نقدر نشعو هنا ماشي مشكل. هو المستقيم الذي معادلة إكراك اش قلنا؟ قلنا بأن السي اف يقبل فرع شجاني في اتجاه المستقيم الذي معادلة إكراك يساوي أ إكس. ملي كيكون السي اف كيقبل فرع شجاني في اتجاه المستقيم الذي معادلة إكراك يساوي أ إكس، يكون التمثيل يعني اما من هنا ولا من هنا. عقلوا عليه مزيان، هذا رجع الفورة لا نهاية. ديما فرع شجاني ماشي مقارب، مقارب كيقرب ليه، اما فرع شجاني في اتجاه مستقيم كيكون كيشوف فيه. غنشوف واش فوق ولا تحت. شلنا بأن السي اف فوق بي فوق هذا المستقيم، إذا ما غاديش يكون هذا. السي اف هو الفوقاني، إذا الفوق مزيان. حنا بدينا كنجيبو الشكل شوية. عندنا اف غير قابلة للاشتقاق على يمين واحد. إذا السي اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى، اش من نقطة واحد واحد، ها واحد واحد، ها النقطة واحد واحد، غادي يكون عندنا نصف مماس عمودي. فين؟ على اليمين ولا على اليسار؟ على اليمين. إذا غادي يمس واحد شوية من اليمين، من هاد النقطة بالضبط، غادي ندير واحد شوية من هنا كيمس. صافي هادشي اللي عندي. إذا غنبداو من الصورة ديال واحد هو واحد، وغادي يطلع زائد ما لا نهاية، إذا من هنا غيطلع هنا. أخدو الشكل راه ساهل، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. هذا هو سعر عالي، أوكي. لاحظوا هاد الأسئلة اللي كانوا عندي ترجمتهم هنا، حيت أصلا الدالة كيكون عندها ثلاثة فورمات. الدالة عندها إف إكس سالب هنا، وعندها جدول التغيرات، وعندها التمثيل الميدياني. بون، إلا عطينا الدالة بحال هكا ناشفة، مثلا الذاكرة بدلالة الزمان ولا شي حاجة، ما عطينا والو. إلا عطينا بحال هكا كيبان لنا بعدا على الأقل الدالة بحالنا وكتزاد. إلا عطينا التمثيل الميدياني هو اللي كيكون بريسي، كيكون عندنا مثلا الصورات، الصور، كيفاش غادي، كيفاش فين غادي كيقرب فين. الدالة عندها تروا فورم. غير هنا في الوطني راه غالبا كيعطوكم هاد اف، وكديرو من بعد جدول التيارات، عاد كديرو التمثيل المبياني. كاين تمارين اللي من التمثيل المبياني غادي نجبدو جدول التيارات تنشوفو نتاعنا. ومبقاش بزاف دابا، غنشوفو سؤال اللي دائما كيتعاود. سابعا بين ان اف الف، بين ان اف تقبل دالة عكسية اف موان زان وحديد مجموعة تعريف اف موان زان. إلا بغيت تبينو اف تقبل دالة عكسية خصكم تبينو جوج حوايج، تبينو ان اف متصلة ورتيبة قطعا. نقول لدينا اف دي اكس هي اكس زائد اكس موان زان،
بغينا معرفة بألف هو واحد زائد ثمانية. بغينا نديرو متصلة لدينا دالة إكس نحو إكس متصلة على الد إف. لماذا؟ لأنها حدودية. الدالة بالنسبة لمن يكون عندكم الجذر، اش كديرو؟ كتاخدو اللي داخل الجذر متصلة على الد إف. إلا بغينا نديرو الجذر ديالها ضروري تكون هو موجبة. هذه الوسطانية متصلة وموجبة، إذن حتى الجذر غادي يكون متصل. إذن الدالة متصلة، إذا لقينا هاد الدالة متصلة وهذه متصلة، إف غتكون متصلة لأنها مجموعة دالتين متصلة. إذن إف متصلة على الد إف لأنها مجموع دالتين متصلتين. اتصال ديما على مجال كيبقى غير هضرة، مجموع خوارج جداء كيكون هادوك كلهم دوال متصلة. راه درناها في السلسلة الثانية، رجعوا العمليات على الدوال المتصلة. بون بينا اتصال، عندنا الرتابة، عندنا اف تزايدية قطعا، و اف تزايدية قطعا على الدف، طبعا حسب جدول التغيرات، حسب جدول التغيرات. إذا لقينا متصلة وتزايدية قطعا، إذا إف تقبل دالة عكسية تسميوها إف موان زان معرفة على ها اف في المعرفة، ها اف موزع معرفة على صورة المجال هو واحد زائد ثمانية. نكتبو ديريكت بلا ما نكتب اف ديال المجال. اوكي، احنا بينا اف تقبل بينا الاولى أن نتحقق أن إف موان زان في 7 هو 5، ونحسب إف موان زان تيم ديال 7. واحد السؤال سامبل، تحقق عندنا عندي إكس هي إكس زائد، إذا في ما يقول لك تحقق إف موان زان بي هي أ، حيت ما عنديش إف موان زان، إذا خصني نبين بأن إف دو أ هي بي، نبين إف دو أ هي بي، الصورة ديال أ هي بي، إذا إف موان زان ديال بي هي أ، هذه كدير الصورة إف، إف كتمشي لهنا، وإف موان زان كتجي. كانت اف دو اي بي، اذا اف موان زان ديال بي هو ا. عندنا كيف نبين ان اف دو 5 تساوي 7، لدينا اف دو 5 هي 5، كيجب 5 ناقص 1 تساوي 5 زائد 2 4 هي 5 زائد 2 هي 7. اذا بما ان إف لي 5 تساوي 7، فإن إف موان زان ديال 7 تساوي 5. دابا غنحسبو إف موان زان بريم ديال 7، عندنا واحد الخاصية عبدو مزيان، نعلم أن لدينا، نعلم أن موان زان بريم ديال أ بصفة عامة، ولا نديرو ديال إكس باش نقول، واحد على إف بريم لإف موان زان لإكس،
كاينين واحد الشروط راه خص تكون اف بريم قابله لاشتقاق اف موازي لاكس، واف بريم لاف موازي لاكس تخالف صفر. هذا درناه في واحد التمرين اللي قبل، هنا عاطي انه احسب ما نديرش هذا كله، ما نديرش الشروط كاع ما نديرو، حتى انا قالوا لنا بين كسع نديرو، غنمشيو نحسبوها ديريكتومون. إذا غنعوضو إكس باش سبعة لدينا إف موان زان بريم ديال سبعة تساوي واحد على إف بريم ديال إف موان زان ديال سبعة تساوي واحد على إف بريم شحال إف موان زان ديال سبعة، سبعة هاديها ماشي واحد، إف موان زان ديال سبعة هي خمسة، واحد على إف بريم ديال خمسة. اف بريم لي اكس راه حسبناها قبل، نعاود نذكروها، اف بريم لي اكس بغيت تعاود تحسبوها راه تحسبوها هنا راه ساهلة. اذا اف بريم ديال خمسة، لقينا اف بريم ديال خمسة، نعوضو اكس باش خمسة هي واحد زائد واحد على جوج، ندير خمسة ناقص واحد هي واحد زائد خمسة ناقص واحد هي أربعة، جي ضربها هو جوج 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 هي واحد ربعة، عطينا خمسة على ربعة، إذا واحد على خمسة على ربعة هي ربعة على خمسة، كتبوها هنا كتبوها هنا كاع، إذا غير نكتبوها نكتبوها هنا. إذا إف بريم إف موان زان بريم ديال سبعة تساوي ربعة على خمسة، لأن لا بغيتو تحسبو إف بريم ديال خمسة هي خمسة على أربعة. بقى لنا سؤال واحد، أنشئ إمساء، السؤال رقم، السؤال الأخير، سبعة رقم ضعف، إنشاء سي إف موان زان منحنى إف إف موان زان في نفس المعنى، عندنا واحد الخاصية سي إف سي اف موان زان عقلوا عليها، متماثلان التلميذاني ديال اف وديال الدالة العكسية متماثلان بالنسبة للمنصف الأول. شنو هو المنصف الأول؟ هو المستقيم الذي معادلته إكراي يساوي إكس، دائما سي اف وسي اف موان زان متماثلين بالنسبة للمستقيم الذي معادلته إكراي يساوي إكس، إكراي يساوي إكس بلا ما نعاودو نحسبو، هاهو ديجا كاين هنا. إذا كيفاش غادي نمشيو هاد الشكل؟ عندنا هاد مماس، نصف مماس عمودي غادي يعود أفقي، هذا نصف مماس عمودي فين موجه؟ نحو الأراتي من الموجبة، غادي يولي نصف مماس أفقي موجه عند أفاصيل الموجبة، غادي يكون بحال هكا، غادي يجي نديرو التبديل، نديرو من الأحسن نديرو بحال هكا، أسي إف موان زان مماثل ديال هذا غادي يكون ديرها. مثلين ولا شوية ماشي مشكل، هذا هو المماثل ديال السحب موان زان، نتمنى يبان مع السبورة خضراء. واش اللي كاين من بعد غنديرو تمارين اخرين ومازال باقي ندور اخرين، يلا عاودوا هادشي، كنتمنى تكونوا فهمتوا.